لاباس عليكم؟ مزيانين بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا في هذا لا فيديو. حنا دابا غادي لمراكش، عرفتوا راه الحراره شويه، واحد اللي هو كيضرب فينا سخون وما قادرينش نشعلوا الكليما على حساب الدراري الصغار. نضربوا واحد الدويره خفيفه تماك، راكم عارفين من بعد الولاده ما بقيتش كنسافر بزاف على حساب التربيات، بقى عندي بنيتاتي صغارين ودابا قلت نديهم شي شويه تا هما يشوفوا بعويناتهم ويدوروا تا هما شويه، وها انتم معايا وبغيت تمشيو فين. هوبا، واخيرا وصلنا للدار. افتح يا سمسم. وصلنا للدار، تغدينا، ارتحنا شويه، بدلنا حويجاتنا ودابا حنا خارجين. خليت البنات تسولوني على البنات، البنات خليتهم مع جداتهم مرتاحين في الدار حسلهم. اصلا دابا بقى شويه ديال الحراره، الجو سخون شي شويه، خليهم في الدار يرتاحوا حتى الغدا ان شاء الله ونخرجهم. وها انتم معايا. صباح النور، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ هاد اليومين هادي ما صورت لكم حتى شي حاجه، يلا قضينا الاغراض في هاد اليومين. كنا مازال باغيين نجلسوا ولكن للاسف لقينا عندنا الجلبه ديال البنات ودابا حنا راجعين باش نديروها. اليوم اسكتوا، فايقه مع السبعة راسو السبعة ما فوقاش ما فقت فيها. كنفيق وكنرجع الناس مع البنات، ولكن باش نفيق مع السبعة حتى دابا وانا باقا فايقه لا ما فوقاش. دابا راه العشرة خال قسمين، حنا غاديين في الطريق، ما عرفناش واش غنلحقوا الجلبه ولا لا. كنا باغيين زعما ديك 9 ونص نكونوا في الطبيب باش نديروا لهم الجلبه، ولكن كيبان لي واقيلا ما غاديش نلحقوا. يمكن بغاش يمشي الناس في حاله. لحقنا الجلبه، لقيناهم قربوا يسالي وحنا المجموعه الثامنه. المهم دخلنا جلبنا البنات، واحد خيتي تما، واحد خيتي عنيفه، عرفتوا جلبت مع عندها المره الاولى جلبت عندها. البنات مشاو هما كيبكيو وانا كنبكي، عرفتي الدقه صحه بزاف، ولكن الحمد لله كانوا جوج وحدين اخرين ظريفين باقيين صغار، يعني باقي ما طلعلهمش الخدمه في راسهم، هما اللي جلبت لعنا. وصلنا للدار دابا تندخل نكمل معكم. عرفتوا جينا هنا البنكرياج بان الريح كاين البرد، في مراكش كاين الشميشه سبحان الله، الجو كي داير، ربي كنت ملبسه البنات شويه. الريح طبيعه الحال ما جيناش بيدينا خاوين من مراكش. المهم توصلنا بواحد الحاجه زوينه، خليكم معينا نوريها لكم. عرفتم فوق اش وانا متحمسه. لا مسك
دابا خصنا نمونطيوها. وي راه شحال كيعجبوني هاد الاصوات. كيكون في بازار. واه شحال ديال التخربيق. كيكون في بازار. متأكد غادي تنجح في الامتحان. واه انا نشوف على الله. انا كيبانو لي كامل بحال بحال. شو كيداير شو؟ كلهم محفور ماشي بحال المفهوم. كاين واحد. وإلا كان بيس ناقص. هادي دابا 12 13 14 ياك مو هادو 14. فين غادي نديروها؟ هنا ولا هنا ولا فين؟ فين غادي نديروها؟ هنا كانت الزعلولة ديالي القديمة، هو باقي غير الخيط ديالها، ولكن معرفناش فين غنديروها. فين نديروها فين؟ أحسن بلاصة غادي تجي فيها هي هادي في النظر ديالي. وانتوما شنو في نظركم فين تقدر تجي زوينة؟ غادا نديكم تجيو معايا واحد الدويرة باش ما تقنطوش. غادي نهز الصويرة ديال الطوموبيل ديالي فين هما. هانتوما معايا. هانتوما غاديين معايا باش نلبس برديلتي ونمشيو نهزو طوموبيلتنا. درت الكونترول ديالي، الرويضة عندي مفشوشة وكاع ما رديت البال. كاين واحد الريح، دابا أنا تضربت واحد المسافة، عاد بانت لي الرويضة مفشوشة، كنقول بحال هادي ثقيلة، وهي الرويضة مفشوشة. ودابا غادي نرجع بحالي للدار حيت ممكن شي خطا بها بحال هكا. وامين رويضة مفشوشة ما رديت ليش البال. لا ما عنديش حيت ما كنخرجش بها بزاف، على داكشي ما رديت ليش البال بلي راه رويضة مفشوشة. ديما خص الواحد يدير الكونترول ديالو. اش تي دابا هاد الريحة هدا فين فكرني ملي كنت صغيرة، كانت عندي واحد البيكالا كانت عزيزة عليا بزاف، كنت كنترني فيها الصباح والعشية، كنخرج من المدرسة نيشان كنخرج ليلة.
ومع هاد الريح كان كيعجبني الحال تريني بيا. وهنا غادي نديرو الزعلولة ديالنا. واحد جوج ترارا. قولوا لي كي جاتكم الزعلولة. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وقولوا لي كي جاتكم الزعلولة. سلام عليكم.